السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وأخيرا أول فيديو في صيف 2023. جيسبر تكونوا بخير. توحشكم بزاف 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 بزاف. جيسبر تكونوا كتسمعوني. ضروري شعل الفنتيلاتور حيت ما يمكنش. تبارك الله شحال ديال الحرارة. شنو اليوم؟ اليوم لو ماردي، ما عرفت صراحة فوقاش غادي تحت الفيديو، يقدر غدا بعد غدا. المهم وقت ما وقت ما جا الخير ينفع. توحشتكم بزاف صراحه ونسيت على التصوير وما عرفت ما نقول. دابا كل مره كتجيني شي هضره خاصني نقولها، ملي كيجي الفيديو كنساهم صراحه واخا كنعيا ما نكتب. دونك اول حاجه غنبدا بها هي غادي نبارك لكم النجاح ديالكم. مبروك النجاح، مبروك للتلاميذ اللي جابوا نقاط زوينين مشرفين مفرحين، مبروك للتلاميذ اللي جابوا نقاط متوسطه خدموا اكثر، اللي سقطوا ما تعتبروهاش حاجه خايبه داكوغ، وحاولوا ما تحطمكمش هذه المساله هذه. ان شاء الله تعودوا العام بالعكس، غادي يجيكم ساهل بحكم ديك الشيء ديجا قريتو، غادي تزيدوا تخدموا كثار. خصكم تعلموا الدرس، انكم ما تضيعوش الوقت، تكونوا اجور، تراجعوا دروسكم، تهتموا بالدراسه ديالكم، هذه اهم حاجه لانكم كتخدموا عام كامل على ود ديك الفرحه ديال نهايه السنه، دوك النقاط الزوينين المشرفين. كنتمنى تكونوا كدوزوا عطله زوينه، ماشي كلشي طبعا مسافر وكيدوز عطله زوينه، كاين اللي جالس غير في الدار. دونك غنبغي نقول لكم انني انا بحالكم، حتى انا كنت من النوع اللي في العطله الدار والراحه والتلفازه وهذا. دونك غنبغي نقول لكم استغلوا الوقت، ما تضيعوش الوقت، نعسوا ارتاحوا سهروا تفرجوا لعبوا خرجوا عوموا تبحروا، ولكن واحد شويه ديال الوقت ما فيها باس. واخا بداي غير ب 10 دقائق، موراها ربع ساعه، موراها نص ساعه، موراها ساعه، فانا كنت تستثمروا وقتكم في حاجات اللي تنفعكم. بداو باللغات، راجعوا دروسكم، حاولوا تعاودوا تراجعوا الرياضيات، الماط، الفيزيك، الاس في تي، قراو شويه ديال القصص بالفرنسيه، حاولوا تنميو اللغه ديالكم، اللونغاز ديالكم بالفرنسيه والانجليزيه. فوالا هادشي اللي غنبغي نقول لكم. دونك اول فيديو مخصص لثالثة إعدادي داكوغ. اليوم جيت نعرفكم على الدروس ديال الرياضيات، ولكن قبل كيجوني بزاف ديال الأسئلة. أستاذة تاسعة تابعنا موحد، كلشي كيقول أنه صعيب. محاربي القدام اللي كيعرفوني، عمري ما غنقول لكم شي حاجة صعيبة، عمري ما غنقول لكم وي راه ديك الحاجة صعيبة، ديك المادة صعيبة، ديك السنة صعيبة، حتى شي حاجه ما عندي انا صعيبه. هذا العام بحول الله اول سنه غندرس ثالثه اعدادي، دونك حتى انا بحالكم كان بريباري، كنوجد، كنبحث، كنخدم، كنعاود نحاول نتذكر الدروس. انا كلشي قريته بالعربيه، دونك كنعاود نراجع ونبريباري انني نقرا داكشي بالفرنسيه، ونحاول نتذكر القواعد، نتذكر الدروس، كلشي. دونك جيسبر تكونوا بحالي متحمسين. انا بعدا شخصيا متحمسه لثالثه اعدادي. اللي كيقول صعيب، اوكي صعيب، غادي نشوف انا واش نقدر عليه، نشوف الامكانيات ديالي، نشوف القدرات ديالي. يقدر الحاجه صعيبه عند واحد اخر وتكون سهله عندي، يقدر فوالا داكوغ. دونك عافاكم اللي نبغي نقول لكم ما تسمعوش الاراء، وحاولوا تفاداو تجنبوا داك السؤال ديال واش صعيب، واش العام صعيب. دابا داك الطرف الاخر، داك التلميذ او التلميذه اللي سولتو هذا السؤال، خصكم تعرفوا النيفو ديالو، المستوى ديالو، واش هو بحالكم في المستوى واش لا. داكوغ، يقدر يكون واحد كسول، واخا كلمه كسول ما كتعجبنيش، ولكن المهم ما كيراجعش دروسو، ما كيخدمش تمارين، ما كيخدمش نماذج موحده، بالتالي طبعا غادي يجي كلشي صعيب. على عكس واحد اللي اجور كيخدم خدمته، تمارينو، كيراجع دروسو، طبعا غيقول لك انه السنه الثالثه اعدادي بحالها بحال السنوات الماضيه. دونك شنو غنبغي نقول لكم على ثالثه اعدادي؟ اول حاجه عندكم جوج ديال الموحدات داكوغ. الموحد الاولاني في الدو طبعا في نهايه الدوره الاولى، كتسمى بالموحد
الامتحان المحلي داكوغ والامتحان الجهوي على حسب كل جهه كيكون عندها امتحان خاص بها كيكون في نهايه السنه. اللي غنبغي نقول على الموحد هذا المحلي ديال الدوره الاولى، عملوا في بالكم ان اول نهار غادي تبداو فيه الدراسه من داك النهار وانت كتوجد لذاك الموحد لسبب بسيط جدا. شنو هو؟ كاين سبب واحد، ان قبل الموحد ما عندكمش وقيته المراجعه، بحال اليوم كملتوا القرايه غدا كيكون الموحد، ما كتكونش عطله، ديروا هذه في بالكم باش ما تبقاش تقولوا لا نخليت هذيك 20 يوم اللي غيعطيونا عاد نعاود نراجع دروسي. لا، الدرس اللي درتوه يتحفظ ويدوس فيه الفرد وما ننساهش. خصني دائما نبقى اجور، دائما معاوده دروسي، دائما معاوده تماريني، دائما عندي الكارني اللي كنكتب فيه القواعد اللي غادي نبقى دائما نحتاجهم. داكوغ، دونك حنايا من اول نهار ان شاء الله غادي نخدموا درس بدرس بتمارين بالنماذج ديال الموحدات ديالو، وحنا تنوجدوا داك الموحد ديال الدوره الاولى. هذه اولا. ثانيا، شنو ثانيا غادي نبغي نقول؟ بالنسبه للدروس ديال الرياضيات، هانتوما شوفوا كل شيء غادي تشوفوا على عينيكم وانتوما غتقولوا لي. انا بالنسبه لي اذا شفت واحد وقال لي شنو اصعب سنه في المرحله الاعداديه بالنسبه للتلميذ، غنقول له اولى اعدادي، لان المرحله الابتدائيه كتختلف كليا على المرحله الاعداديه، وهاتي انتوما شفتوا. دونك اولى اعدادي ماده الفيزياء ماده جديده، ماده العلوم حياه الارض واخا هي ماده ديال النشاط العلمي في الابتدائي، ونفس الدروس تعاودوا، راه التوالد عند النباتات عند الحيوانات عند الانسان ديجا شفتوهم في النشاط العلمي. داكوغ، غنبغي نقول لك ان اصعب سنه هي اولى اعدادي. في السنه الثانيه راه ديجا شفتوا ان الدروس تعودات وتعمقتوا فيها، كذلك في السنه الثالثه، فهما تكميل السنه الثالثه او السنه الثالثه اعداديه، فهي تكميل للدروس ديال الاولى وثانيه اعدادي، حيت مرحله الاعداديه مترابطه كبحال المرحله الابتدائيه وكبحال المرحله الثانويه اللي غادي تكون ان شاء الله من مر المرحله الاعداديه. داكوغ، فوالا. دونك اللي غنبغي نطمنكم ونقول لكم انني انا معاكم. داكوغ، هاد العام ان شاء الله انا مع ثالثه اعدادي. طبعا خدمتي ابار المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه كامله، ولكن في القناه غادي نخصصها هاد العام، غادي نركز على ثالثه اعدادي ان شاء الله بنفس الطريقه. راه المحاربين القدام عارفين لي كيفاش تنخدم، بالنسبه للجداد كتوضيح فقط، كنحط الدرس من موراه تمارين من موراه نماذج امتحانات، ملي كيقرب الفرد كنبقاو نخدمو دوك نماذج امتحانات ديال السنوات هذا السنوات الماضيه، من يقرب ان شاء الله عاود الموحد كذلك نماذج نخدمو نماذج ديال الموحدات، والله ولي التوفيق. اللي بغيتكم تعرفوه انني انا معاكم دائما معاكم، وما تخافوش، شجعوا دابا، ارتاحوا ارتاحوا نفسيا، ارتاحوا من الضغط ديال الدراسه، او ميم طون في نفس الوقت هانتوما كتوجدوا رياضيات، عاودوا راجعوا شويه ديال الفيزيك، عاودوا راجعوا شويه ديال الاس في تي، عاودوا زيدوا خدموا شويه ديال الفرنسيه. داكوغ، ونبداو على بركه الله نتعرفوا كاملين على دروس ديال ثالثه اعدادي. واخا، دونك اول حاجه انا شنو مكتب عندي؟ عندي المفيد، ما عرفتش انتوما شنو باش غادي تخدموا، الاسم اللي كيتبدل، اما الدروس راهم نفس الدروس. اول درس غادي تبداو به هو الكالكول ليترال، فوالا. دونك كالكول ليترال اي ايدونتيتي ريماركابل، راه الدرس ديال العنوان ديال الدرس غادي نخليه لكم مكتوب هنايا. داكوغ، بحكم ما عنديش لا سبوره، ما عندي، المهم انا كونجي انا عطله، واخا هكاك ما مفكاش عملت فيديو. دونك اول درس تذكير ولا بحال شي مراجعه ديال الكالكول ليترال، قلنا هو تري بيان الحساب الحرفي. ايدونتيتي ريماركابل هما المتطابقات الهامه. دونك بالنسبه للحساب الحرفي ديجا شفناه في السنه الاولى والثانيه غادي يتعاود كمراجعه. لي زيدونتيتي ريماركابل هما المتطابقات الهامه، كيفما حنا ديجا كنعرفوا شحال عندنا من المتطابقات. تري بيان، عندنا 3 ايدونتيتي ريماركابل، مزيان. دونك دوزيام كور اللي هو ديال بويسونس، ديال القوى، ديال الاس، فوالا. ثروازيام كور هو لي غاسين كاري، كاين لي طرق ليه العام اللي فات، كاين لي باقي.
داكوغ. دونك الدرس ديال الجذور المربعه ديجا نكتبها لكم هنايا لي غاسين كاري، ديجا كاين الكور في القناه. دونك دخلوا شاهدوه المره الاولى والثانيه والثالثه، وانا متاكده انكم غتفهموا وغادي يجيكم ساهل. كذا قواعد حافظه نجاحة، فهمتي القاعده طبقها انت خدمتي العمليه. من يعني رابع درس تيوغيم دو تاليس. تيوغيم دو تاليس هي مبرهنه تاليس. العام اللي فات كنتو شفتو مبرهنه تري بيان فيثاغورس، دابا مبرهنه تاليس. مزيان. سانكيام لوسون تيوغيم دو بيتاغور، كذلك غادي تعاود غادي تزيدو تعمقو فيه اكثر، مبرهنه فيثاغورس. مزيان. لحد الان حتى شي حاجه ما جديده، من غير لي راسين كاري ياك، كالكول ليترال، ايدونتيتي روماركابل، لي بويسونس، تيوغيم دو بيتاغور، اربعه ديال الدروس معروفين، تزاد لي راسين كاري وتزاد تيوغيم دو تاليس، مبرهنات تاليس. مزيانين واخا. دونك اعمل تحدي مع راسك اولا تحدي في راسك، ان الفرض الاول ديال الماط خاصك دير فيه 20. علاش؟ لان هادشي ديجا شفتوه العام اللي فات والعام اللي قبل، لي زيدونتيتي روماركابل، هذا الكالكول ليترال، بويسونس، تيوغيم دو بيتاغور. دونك هادشي كامل عاودوا راجعوا وعاودوا خدموا تمارينو ديال السابعه والثامنه. مزيان. سيزيام لوسون تريغونومتري، اللي هو الحساب المثلثي. الحساب المثلثي درس جديد، ولكن ما نقولكمش حاجه، ساهلين ساهلين، كتثقوا فيا ساهلين. مزيان. سيتيام لوسون اوردر اي اوبيراسيون، دونك ترتيب والعمليات، ديجا شفنا العام اللي فات. ويتيام لوسون اونغل او سونتر اي اونغل انسكري، دونك اونغل او سونتر اللي هي الزوايا المركزيه، اي اونغل انسكري هي الزوايا المحيطيه. يقول عفاكم على المفردات. مزيان. نوفيام لوسون تريانغل ايزومتريك، اللي هما المثلثات المتقايصة. تريانغل سامبلابل هما المثلثات المتشابهة. وصلنا للدرس العاشر. ايكواسيون اي انيكواسيون، دونك لي زيكواسيون المعادلات. عقلتم كنا كنخدمو المعادلات وكنقولكم اتونسيون راه هادشي غادي يبقى دائما يتعاود. دونك لي زيكواسيون المعادلات، لي زينيكواسيون المتفاوتات اولا المتراجحات. ترانسلاسيون اي فيكتور، دونك المتجهات والازاحه، ديجا شفتو العام اللي فات وديجا غادي يتعاود. دابا الدروس تعاود ولا ما تعاودوش؟ دروس جدادين اللي غنبغي نقول لكم انهم كيكونوا اساسيين في الموحد، وكتكون عليهم نقطه يعني نقط بزاف، لانهم كيكونوا اسئله مترابطه فيما بينها. عندنا فونكسيون لينير وفونكسيون افين. دونك فونكسيون لينير هي الداله الخطيه اولا الدوال الخطيه، هادشي حاجات جدادين، دروس جدادين غادي تعرفوا عليهم معايا ان شاء الله. لي فونكسيون افين هما الداله التالفيه اولا الدوال التالفيه. عندكم روبير دون لو بلون هو المرجع في المستوى. عندكم ايكواسيون دون دروات اللي هي معادله مستقيم. فوالا سيستيم دو دو ايكواسيون دو بروميير دوغري ا دو انكونو، يعني معاد دو ايكواسيون معادلتين دو بروميير دوغري درجه اولى ا دو انكونو بمجهولين. كنا ديجا خدمنا المعادلات بمجهول واحد اكس، دابا غنخدمو نتعرفو على معادلات بمجهولين اكس و ايغريك. مزيان. ستاتيستيك الدرس ديال الاحصاء كيبقى اخر الدرس اللي قبل الاخر، واخر درس في المقرر هو جيومتري دون لسباس اللي هي الهندسة الفضائية. داكوغ. دونك هاد الدروس هما اللي غادي تشوفوهم ان شاء الله في تالتة اعدادي. ركزولي على الحساب الحرفي، على الكالكول ليترال، ركزولي على النشر والتعمير، على الديفلوبمون والفاكتوريزاسيون، ركزولي على لي زيدونتيتي روماركابل المتطابقات الهامه، ركزولي عفاكم على البويسونس على القوى، ركزولي على تيوريم دو بيتاغور
مبرهنات فيثاغورس. ركزوا لي على لي تريونغل، ضرب الضروس ديال المثلثات ديجا خدمنا بزاف على لي زونغل، على كذلك الزوايا ركزوا عليهم مزيان. شنو اخر؟ لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون، المعادلات المتفاوتات او المتراجحات كذلك ركزوا عليهم. فوقاش غتركزوا عليهم؟ لي زيكواسيون المعادلات كذلك فوقاش غتركزوا عليهم؟ عافاكم ركزوا عليهم في هذه العطله الصيفيه. داكوغ، شحال ما خدمتوا شحال ما خففتوا عليكم الضغط اللي كيكون على طول السنه. داكوغ فوالا، دونك هذا الفيديو خصصته لبعض النصائح وبعض التوجيهات للثالثه اعدادي، كذلك تعرفنا على الدروس ديال الرياضيات، باقي ان شاء الله نعرفكم على الدروس ديال الفيزياء والعلوم، نخدموا شويه الفرنسيه الانجليزيه. دونك بالتوفيق لكم جميعا، نتلاقاو فيديوهات قبيله ان شاء الله. ما تنساونيش عافاكم لي لايك وتتعلق، كتبوا لي اي حاجه بغيتوها. باقي خصني نهضر في حاجه اخرى، غادي نهضر لكم على القناه الاحتياطيه الثانيه اللي عندي في اليوتيوب، دونك غادي تبان لكم هنايا، دخلوا ديروا ابوني دعموني. اسم القناه هي قناه كوثر التعلميه، داكا دونك هذه قناه كوثر التعليميه، اخرى سميتها قناه كوثر التعلميه. واخا المفاجاه اللي قلت لكم دابا انا كاتبه باش ما ننساش، المفاجاه اللي قلت لكم غادي نصرح بها شي نهار في شي لايف او لا في شي فيديو، هي كيف ما كتعرفوا اللي كيعرفني قديما انني مستقره في تطوان وعندي مركز الدعم في تطوان. هذا العام ان شاء الله غادي نستقر في طنجه، كذلك المركز غادي يكون عندي في طنجه ان شاء الله. دونك اللي مهتم دروس الدعم عن قرب بالنسبه للمستوى او للمرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه، غادي نخلي الرقم ديالي هنا، تواصلوا معايا سواء دابا او لا في بدايه السنه ان شاء الله. فوالا. حاجه اخرى بغيت نهضر عليها هي المجموعات اللي كاينين في التليجرام. دونك اللي ما كيعرفش التليجرام، التليجرام هي واحد لابليكاسيون بحالها بحال واتساب بحال فيسبوك بحال انستغرام بحال 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 بحال، داكوغ. هي ابليكاسيون كتليشارجيها من بلاي ستور، داكوغ. هي بحالها بحال كيف ما قلت لكم الخدمه ديالها بحالها بحال الواتساب. علاش اختاريت التليجرام وما اختاريتش الواتساب؟ الواتساب الى وصل لواحد العدد مثلا واحد 400 ولا 500 مشترك كتحبس، ما كيقدرش تزيد هذا، على عكس التليجرام كيقدر يهز واحد الكميه واحد العدد كبير من المشتركين. داكشي علاش اختاريت انني عليكم التليجرام. حاليا كاينين ثلاثه ديال المجموعات في التليجرام، اولى اعدادي ثاني اعدادي ثالثه اعدادي. تيليشارجيو لابليكاسيون ودخلوا للقناه في البلاصه ديال لا كوميونيتي او لا المنتدى بالعربيه، كتلقى تما كنحط لكم لي ليان، كنحط لكم الروابط، كتكليكيو عليها كيدخلكم مباشره للجروب. الجروبات ديال التليجرام شنو كنحط فيه؟ كنحط فيه تمارين التصحيح ديالهم، كنحط امتحانات، ملخصات الدروس، اي وثيقه اي بي دي اف اي ورقه تحصلت عليها كندوزها لكم نيشان للتليجرام. كذلك لابليكاسيون ديال التليجرام كتبقى واحد الصله تواصل بيني وبينكم، انا كنكتب لكم في الجروب ولكن الجروب انا حابسه، اللي بغى يتواصل معايا كيتواصل معايا في البريفي. التليجرام كاين البريفي، كتدخل عندي وكتكتب لي اللي بغيتي. اخر حاجه غنهضر فيها وغادي نمشي بحالي هي القناه اللي دائما كنصحكم بها، بقناه ساره للمواد الادبيه، فهي مهتمه بالمواد الادبيه. اللي بغيت نقول لكم انها ديجا خدمه دروس ديال ثالثه اعدادي، دونك دخلوا ركزوا على العربيه، ركزوا على الاجتماعيات، ركزوا على التربيه الاسلاميه، كاينين دروس زوينين بزاف وطريقه الخدمه ديالها واعرين. ركزوا على المقالات، تدربوا كيفاش تخدموا المقالات عندكم في الموحد. دونك بالتوفيق لكم جميعا، تلقوا فيديوهات قبيله ان شاء الله، دمتم في رعايه.